ترى عجمان عنده بطولة والجزيرة عنده بطولة، الجزيرة يبغي الدوري وعجمان يبغي البقاء، وكل يغني على في حالة التعادل 50 نقطة وتبقى الصدارة بيد الجزيرة بفارق المواجهات. فيها وفيها وفيها رمضان يا رمضان ما حد يمر الجيل. ما زالت خطيرة مع العامري، يتلاعب العامري بدفاعات فريق نادي عجمان ويرسل كرة عرضية، هذه كرة تتهيأ الآن وهناك صافرة وخطأ ضد اللاعب. لابا الأسمراني الجميل لا زال يحاول، عدى بطريقة جميلة، يحتفظ بالكرة، يأتي بتمريرة، يضع الكرات بصورة مثالية، لكن هذه المرة لم يضعها بصورة مثالية أطلاقا على غير العوايد يا بندي، ويجد الكرة شوتاني في وسط الملعب، يضغط الياباني، لكن عجمان خطير في هذه اللحظات. ماكينة الأهداف لدى الفريق الوصلاوي، يمشي على طول الكرة لكن إلى ركلة ركنية. حسين بعيد النهاردة يا سحس، بعيد النهاردة يا سحس، تمشي على طول الكرة تاني مقطوعة لصالح اللاعب لويس أنطونيو، خطير جدا. خسارتين اللي تلقاهم المنافس هو من بدأ التسجيل أمام الجزيرة. إيزيكيل الفرسان يحاولون الحصار، الاقتراب، المحاولات، الأرجنتيني كارتابيا بالخطف أصبحت سريعة، يبحثون عن البرازيل المقيم إلى أمبوكو في وسط الملعب، كوغولي تمريرة بالخطأ، وصلت هذه الكرة إلى لويس أنطونيو، تمريرة إلى جاردل، هناك إلى طحنون، ما ارتقد فيها طحنون، يحاول مرتدة البحث عن إسماعيل، كرة باتجاه مطر، إسماعيل يحاول لكن التغطية من اللاعب لويس أنطونيو، يعود بالكرة في المركز السادس فيما لو فاز في هذا اللقاء، كرة بيخلصها لويس أنطونيو، فوز وحيد فقط في اخر اربعه. الكربي شوف التحرك بدون كره داخل منطقه الجزاء، كره الى امبوكو تمريره لكن ابعدها. واحد هو من فاز على الفجيره 2-1 ولكنه خسر 3 مباريات على ملعبه، على ملعبه امام حتى ابو ناموس يحاول لكن الكره تتخلص، مدافع ثاني يخلص عليك ويخلي طبعا فريق نادي حتى دايما كده في وضعيه هجوم عليك، تمشي على طول الكره ثاني طويل. تغير السلم الموسيقي في الجدول بالنسبه لهذا الاسبوع بقى، تمشي على طول. عاد الكرات الاماميه والمحاولات بالنسبه لصالح فريق نادي الاتحاد كلبه لكن في اداء افضليه لركلات الجزاء، احتسب عليه 7 ركلات جزاء هذا الموسم فيما تحصل على